ما معنى قوله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ وهل هذا مختص بالكفار أم يدخل حتى المسلم العاصي في ذلك؟ الله جل وعلا ذكر الكفار وأرسلنا الشياطين يعني سلطناهم على الكفار يؤزونهم إلى الكفر ويدفعونهم إلى الكفر عقوبة لهم والعياذ بالله. سلط الله عليهم الشياطين بسبب كفرهم. أما المؤمن فيكون معه ملائكة يأمرونه بالخير ويسددونه، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تقول الملائكة للمؤمن إذا مات نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالمؤمن معه ملائكة والكافر والمشرك معه شياطين يأمرونه بالكفر ويزيدونه من الكفر، نسأل الله العافية، عقوبة لهم يتولاهم الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم.